هنروح مع حضراتكم ليه المجهود اللي بيقوم بيه التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي خلال الفترة اللي فاتت. حاليا وفر 60 جهاز عروسة للفتيات المقبلين على الزواج في محافظة الوادي الجديد، وده بيعكس حجم الدور المجتمعي اللي بيقوم بيه التحالف الوطني لرعاية الأسر الأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة ليهم. حسب تعليمات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبناء على تعليمات سيادته بأن احنا نكون منتشرين على مستوى محافظات مصر بالكامل بفضل الله تعالى، واحنا هنا النهاردة جينا محافظة الوادي الجديد، ودي من المحافظات العظيمة، وكان شرف لينا ان احنا النهاردة نساهم برسم البهجة والفرحة على وجوه أبنائنا هنا. 15 عروسة، 15 أسرة، وجبنا النهاردة 15 جهاز عروسة بفضل الله تعالى ووزعناهم، والناس مبسوطة بفضل الله تعالى. وده يعني حاجة من ضمن حاجات بفضل الله تعالى. يعني النهاردة التحالف الوطني منتشر على مستوى الجمهورية كلها بفضل الله تعالى. احنا النهاردة في احتفالية كبيرة جدا تحت رعاية السيد فخامة رئيس الجمهورية باسم التحالف الوطني وتحت مظلة حياة كريمة. بنوفر عرايس، تجهيز عرايس للفتيات بمحافظة الوادي الجديد الخاضعين لمظلة الحماية الاجتماعية بالمحافظة وتحت شعار حياة كريمة، في حالة من الفرح والسرور والبهجة زي ما احنا شايفين. العرايس مبسوطة، احنا وفرنا لهم تقريبا الأجهزة والمستلزمات الكهربائية علشان يتم زفافهم في أقرب وقت.